جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. انتشرت العبايات المفصلة لجسم المرأة والسفور، فهل نصيحة للأخوات حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسلمة البخت، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كاسيات يعني لابسات الملابس، لكنهن عاريات لأن هذه الملابس لا تسترهن، ضيقة ولا قصيرة ولا فيها زينة، فهي لا تستر، ليست سترا وإنما هي فتنة. ومن ذلك العباءة التي تلصق بالجسم، أو العباءة القصيرة أو العباءة الضيقة، هذه من لباس الكاسيات العاريات. المفروض في العباءة والجلال أن تكون ضافية ساترة للمرأة، لا يبدو شيء منها عند الخروج، هذا المفروض في العباءة. أما أن تكون العباءة دعاية فتنة ودعاية شر أو ضيقة تلتصق بجسم المرأة، فهذه عباءة سوء، وهذه كسوة العارية والعياذ بالله. الواجب على المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تلبس الملابس المحتشمة الساترة البعيدة عن الفتنة. نعم.